السلام عليكم، هسه نبلش شرح شابتر 7 مادة الستيل. شابتر 7 بحكي لي ديزاين اوف اكسيلي لودد ممبر. طبعا احنا مثل ما تعلمنا بشابتر 6 وشابتر 5 كنا نعمل ديزاين كولوم مثلا زي هيك، مثلا هون بن وبن. هذا كان شابتر 5 بدايته، كنا نحكي هون الكي تساوي 1، بعدين نحكي كي ال اوفر ار، بعدين نعمل مقارنة مشان نطلع، بعدين قصدي نطلع اف اي، بعدين بعد اف اي كنا نطلع نعمل مقارنه من شو مشان نطلع اف سي ار. لما نطلع اف سي ار نحكي بي التيميت بالفاي بي ان، يعني بتساوي فاي في اف سي ار الاريا جروس. كل تمام، هيك كنا. هسه هاي الحالات كلها كانت بشكل ايديال، يعني بشكل مثالي، انه كانت يعني جاي بالهواء، مش جاي بالهواء، يعني طلاب الحداوي في عمود في عمود موجود تقريبا عند الفوت تايم، شوفوا هذا هيك عمود جاي بالهواء، زي هيك عمود، يعني هذا ما له دخل بالدنيا، بس يعني ما له فائده فعليا هذا العمود منظر. فالاعمده اللي زي هيك، هيك الكي يكون لها واحد، كال اوفر ار اف اي اف سي ار التيمت او فاي بي ان، طبعا او نستعمل الجداول والى اخره. كانت الفكره انه كي بتساوي واحد، واخذنا كمان شابتر 6 ديزاين كنا نفرض نعمل ترايل اند ايرور السوالف هذيك، حسب ايش؟ حسب كانت كلها اعمده مثاليه. لو حطينا هاي فيكست مثلا، كنت تقول لي انه الكي 0.85 وكانت فري بتصير 2 او 1.2 وهكذا. فهسه بهذا التشابتر بفرق تشابتر 7 عن تشابتر الباقي، انه الكولوم مش ايديال، مش لحاله، الكولوم بيكون الطابق. كيف يعني الطابق؟ انت عندك مثلا زي الار سي 2، اللي اخذ ار سي 2 بيعرف الحكي هذا كلياته، يعني هذا شابتر 7 ستيل نفسه شابتر 2 ار سي 2 نفسه، يعني اللي اخذ ار سي 2 هذا الشابتر ما راح ياخذ منه كثير غير تعديلات، لانه الفرق بين الستيل والار سي، يعني كان هذا فيكست وهذا فيكست وهذا فيكست، نصمم لي هذا الكولوم. طب انا هذا الاشي كيف بدي اصممه؟ كنا نحكي طلع بساي توب هاي بالار سي، بساي بوتوم سايت تكون الستيفنس على الستيفنس للبي الكولوم استيفنس على البيم هكذا. طيب هسه شو بهذا الستيل؟ نفس الاشي، نشوف اول شيء الفريم اذا انه شوي او نون سوي او بريست او نون بريست. وهون في عندي سايد سوي انهبيتد سايد سوي ان انهبيتد، بطلع الكي من المنحنيات اذا في عندي بعض التعديلات لانه هذا ستيل بخصوص الحديد وهكذا، هم كله نشرحه بهذا الشابتر. قبل ما نحل، طبعا شو الفرق بينه وبين الشابتر الباقي؟ اوكي عندي مالها طلع كي من القوانين المعينه بهذا الشابتر، والتكمله بترجع مثل شابتر 6 او شابتر 5 حسب اذا كان ديزاين او كان اناليسيس، كان ديزاين او اناليسيس. تمام، هسه بدي تعرف كل المصطلحات مهمه كثير، انه بتفيدك. كيف يعني بتفيدك؟ انت ما كنت عارفهم رح تصير تحل الاسئله خطا او تصير تشيرهم صح. في عندي مصطلح بريسنج، بريسنج انه يكون الطابق مثبت، ركز الطابق، يعني ما بيتحرك. بريسنج اجنست مثلا سايد سوي، يعني هو مثبت من الازاحه الجانبيه. كيف يعني؟ لو كان انا عندي عندي فريم زي هيك، فريم زي هيك، وهذا الفريم طبعا ساكنه مثبت اكيد، يعني طابق عرضي. لو اثرت عليه بلود زي هيك ببساطة، انت راح تقول لي انه هذا راح ينحني، راح ينحني مثلا زي هيك، مثلا تنحني زي هيك، او انه بندفش، يعني الطابق بصير هيك فيكست، هيك الطابق في دلتا. بهاي الحالة يكون هذا unbraced، يعني ايش؟ غير مثبت، او في سايد سوي، braced يعني سايد سوي، او سايد سوي uninhibited. المصطلحات كلها بتهمك،
اذا جاني السؤال عن بريست هي نفسها في سايد سوي او سايد سوي ان انهبيتد. شو يعني ان انهبيتد؟ يعني غير ممنوع. السايد سوي غير ممنوع يعني انه بيتحرك. سايد سوي انهبيتد يعني سايد سوي ممنوع معناته ثبت معناته بريست. طيب والمصطلح الثاني بريسنج اجينست سايد سوي يكون بريست او نون سايد سوي نون سوي مثلا او نون سايد واي او سايد سوي ممنوع تمام. تمام كيف انا بتعرف اذا هذا انهبيتد او لا؟ هسه ممكن يجي يذكر لك بالسؤال ممكن انت تعرف من شغلات معينه. كيف يعني شغلات معينه؟ يجي يقول لك مثلا هذا في دياجونال تروس في عندك هون منبر دياجونال منبر زي هيك يكون زي هيك يكون هذا الطابق بريست ثبت هذا بريست. لك تنتبه انه مش انه هذا كامل يعتبر طابق كل جهة بتمثل طابق هذا كان مثبت هذا هو لحاله الان بريست بيكون بريست بس هذا بيكون بريست بتحرك اثرت عليه زي هيك. واذا في شير وول خلينا نشوف اذا في رسم للشير وول بالكتاب ايوه شير وول مثبت مثل بالشير وول يعني زي كأنه في شير وول بالنص حيب كامل فهذا يكون التراس بيكون هذا كله ياتو بريست وهذا بريست والباقي عن بريست. شو الفرق بين البريست وان بريست بالحل؟ بريست مثبت يكون كي اقل من واحد عن بريست غير مثبت يكون الكي اكبر من واحد فبدك تركز بالحل. بيجي سؤال بريست وتطلع معك الكي واحد ونص بدك تربع لك انت حلك غلط الكي لازم تكون اقل من واحد في حل البريست تكون انت غلطان يبي شيء. عشان اوجد الكي عشان اوجد الكي في عندي منحنيات في عندي منحنيات في عندي شيء اسمه جي اي عندي شيء اسمه جي بي عندي شيء اسمه الكي. هسه عندك بحالة سايد سوي انهبيتد يعني بيست يعني مثبت انهبيتد يعني ممنوع معناته سايد سوي ممنوع معناته هذا ما بيتحرك يعني مثبت. طلع شيء اسمه جي اي هاي قانونه قانون الجي بشكل عام هو ستيفنس للكولوم على ستيفنس للبيم او اي 4 اي اي على ال 4 اي اي على ال لانه الاربعه بالمقام لي اذا كانوا نفس الاي الاثنين من نفس الستيل اختصرهم هذا القانون اي على ال اي على ال اي بنجيبها من المانيوال والال الرسمه طول البيم او طول الكولوم بطلع جي اي وبطلع جي بي هسه بقول لكم كيف تحسبوها بالتفصيل ايش هم منقطعهم يعني فرض انهم طلعت جي اي 1 طلعت جي بي مثلا 0.3 طبعا بوصل بهم خط مستقيم بيطلع مثلا معي ال K.7 طبعا فرض انه خط مستقيم او قيمة تقريبية ممكن 0.68 وهكذا حسب شو نقسم المنحنى. اذا كان انسوي غير مثبت يكون زي هيك بس بشتغل على هذا المنحنى فلاحظ انه هون كل القيم اكبر من واحد هون القيم كلها اقل من واحد فبدك تنتبه انه شو عندي سوي او نون سوي. بس كيف نحسب الجي؟ في عندي اكثر من اشي عندي اكثر من اشي خلنا ارسم لكم اياهم رسمات ونفصل كل الحالات. لو كان عندي كلهم زي هيك فرضا زي هيك عندي هون سبورت سبورت اوبن سبورت فيكس ما بفرق معي لتحت المهم اني اعطيك في الحالات برسمه واحده. هسه فرضا هذا ا بي سي اي اي بي تمام هاي جوينت جوينت اي جوينت بي جوينت سي وهكذا طلب منك تكتب لي اي مين السي اتش روع سي اتش هاي سي اتش كل كي كم بجيبها من المنحنى. طيب شو الاشي شو البراميتر للمنحنى؟ عندي انا جي اي جي بي هسه جي اي اللي هي التوب جي بي اللي هي البوتوم. كيف يعني جي اي جي بي؟ يعني
جي اي للتوب يعني اتش سي اتش سي صح. شو التوب له؟ اتش جوينت اتش جوينت اي جوينت توب هو الجوينت العلوي للكولوم جوينت، والجي بي الجوينت السفلي للكولوم. الكولوم عندي اتش سي او سي اتش ما بفرق المسمى، بالتالي التوب هو اتش. اتش الجوينت اتش بايش مربوط؟ هتقول لي والله مربوط بكولوم او بيم او جيردر بسموه، مربوط بكولوم. بالتالي جي توب أو جي اتش بنسميها ما بفرق معي، بتساوي الاي يعني اذا كان كله من نفس الحديد راح يكون الاي سي اتش للكولوم. طبعا كل ما اعطيني الدبليو سكشن له سي اتش لا ال سي اتش على ايش اي اتش دي اتش دي هذا على ال اتش دي. كان طلعت الجي توب والجي بوتوم. جي بوتوم شو بدها تساوي؟ سي مربوطة بكولومين ومربوطة ببيمين، راح احكي اي سي اتش على ال سي اتش زائد اي سي دي على ال سي دي على سي هون مربوطة بكولوم من بيم من هون وبيم من هون على اي سي اف لا ال سي اف زائد اي البي سي لا ال سي. تمام. انا بطلعت الجي اي والجي بي، بروح على المنحنى بطلع قيمه كي، بروح على اي منحنى بقول لك هذا بكل بساطه لو دفشته هيك بتحرك لليمين. تمام. هذا ايش؟ انبريست انبريست او سايد سوي انهبيتد، السايد سوي غير ممنوع، بروح على المنحنى بتطلع معي الكي اكبر من واحد. وكذلك بالكولوم جي اتش بنفس الطريقه، بس كولوم جي اتش لاحظ كولوم جي اتش لو بدي اخذ جي اتش هاي جي اتش جوينت عليه بيم وعليه كولوم، عم بطبق نفس القانون. جوينت اف كولومين وبيمين، فبحكي اي على ال زائد اي على ال لا اي على ال للبيم، بس يعني بيم واحد. هون اربع حالات جوينت بي كولوم كولوم وهكذا. هيك طلعت كل الجيات. طيب انا لو فرضا طلب مني سي دي، سي دي راح تقول لي في عندي جي توب جي بوتوم. تمام. هسه الجي توب انا عرفته هاي وهاي وهاي وهاي، بقسمهم مع بعض، بجمع البيم الكولومات وبجمع البيمات وبقسمهم مع بعض. طيب دي جي دي هذا مش مربوط غير بكولوم، طيب هذا شو اعتبره؟ بقول لك اذا كان فيكست، اذا كان فيكست اعتبر الجي تساوي واحد، إذا كان بين اعتبر بي تساوي 10. بالتالي أنا صار عندي حالات كثير. الحالة الأولى أنا مثلا هاي بيم واحد وكولوم واحد، هاي بيمين وكولومين، هاي بيم وكولوم، بيم وكولوم، كولومين وبيم، هون مثلا بين وعادي هون الجوينت في كولومين وبيمين، فالبن 10 فيكست واحد. بس هاي المنحنيات تطبقها متى؟ كان عندي عدة شروط، عندي عدة شروط أنا بدي أعطيك الصافي متى تستعملهم، بتستعملهم بالحالات اللي زي هيك. بس في حالات شاذة، خلينا نشرح أول شيء مثال بأرقام على هذا من الكتاب، بعدين بنشوف الاستثناءات اللي عندي، متى بصير أعدل على المنحنى، المنحنى هذا مش ثابت لكل الأسئلة، لازم أعمل تعديل قبل ما أفوت على المنحنى. نرجع مثال من الكتاب، أتمنى تكون وصلت شغلة الجي. ما أدري شو مش داخل البيت. هذا إكزامبل. هاي الشروط اللي أنا قلتها. ان كل منبر يكونوا إلاستيك يعني بيفشلوا قبل الاف واي مثلا، والكولم كلهم بيعملوا باكلينج، الشغلات السنجل كيرفتشر والسوالف هاي ما لناش فيها. احنا خلينا نحل مثال، الشغلات اللي عندي راح تكون مخالفه للشروط نعملها استثناء ونحلها. هذا كولم، هذا فريم يعني، هذا فريم بقول لك اوجد الافكتيف لينث فاكتور يعني اوجد الكي فريم نت بريست اجينست سايد سوي، هو انبريست هو قال لك نت بريست، هو قال لك مش مثبت، فبالتالي كل قيم كي تطلع معي اكبر من واحد. انا اصلا تلقائي من الشكل بعرف لو دفشت هذا راح يتحرك. تمام يتحرك، دفشت هذا راح يتحرك، كل فريم يتحرك مثبت حتى لو هذا الفيكست، فيكست والبن ما بيفرقوا بالتحريك. تمام قال لك انه الكولومات كلها A B B C E F E E G H I H هذول كلياتهم كولومات، والبيمات هم بي اي سي اف اف اي اي اتش. انا بقسم بعمل جدول، بعمل جدول للكولوم وبعمل جدول للبيم.
ايوه جدول للكرة، جدول للبيض، نوم الجيردر. شو بعمل انا؟ بحط شكل، شكل هي الرسمة، هذا دبليو 8 ب 24، 8 ب 24 وهكذا، بحط اشكال على الرسمة. بعدين بروح على المانيوال بجيب الايات، بالايات نقول لكم شو الاي اللي بنستعملها. عندي اي اكس واي واي، اياها استعمل ما بعرف. تم ال ال، هاي ال ال طبعا حول للانش لانه هاي انش قوي 4 بقسم على انش، بس اصلا ما بفرق. حتى نطلع الاي على ال مشان ما يشتغل، يجي مباشره يجمع مثلا هاي زائد هاي على هاي زائد هاي وهكذا. بس في عندي تريك معين بالاسئله اللي هو اي اي استعمل، يعني هذا الاشي كله فاهم، ما اعرف استعمل اي عمود هكذا. كانت الفكره كلياتها اي اي استعمل. هسه بنعرف ك دبليو سكشن، خلينا نرسم دبليو سكشن زي هيك، تمام. هذا دبليو سكشن، انا في عندي محور واي، محور اكس، محور اكس، محور واي. هسه احكي لي انه هذول هسه بالشكل الافتراضي ما حكى لي كيف مربوطين، ممكن الكولومات والبيمات يرتبطوا مع بعض على شكل حرف الات، اقلب الاي سكشن يعني هيك يصير. لما يكون زي هيك بكون فعليا مربوطين على ويك اكسس، يعني زي كان انا قلبت الشكل ويك اكسس يعني على المنحنى ضعيف، الواي اكسس فعليا الويك هو محور واي، الاكس هو محور اكس، السترونج هو محور اكس. ليش طيب؟ انه واي كلياتهم على نفس المحور، سنترويد هاي سنترويد هاي سنترويد هاي مع نفس المحور، فبالتالي ما بيكون عندي ايدي تربيع فالانرشيا قليله، فالترابط على محور واي بيكون ويك. مع الاكس اكسس بيكون عندي هون ايدي تربيع، هون ايدي تربيع، انرشيا اعلى محور اكس. فبالتالي اكس هي سترونج اكسس، اي واي ويك اكسس. تمام. بالامتحان ممكن يقول لي مثلا البيم مربوط بالسترونج والكولوم مربوط بالويك، انا لما اروح اخذ الاي للبيم، البيم اللي هو الويك فرضا، اخذ الاي واي، مع الكولوم اخذ اي اكس. ممكن يقول لي كله مربوط على السترونج فباخذ كله اي اكس، ممكن يقول لي كله على الاي واي انه كله على الويك باخذ اي واي لكله. ما عجب لي سيري من مره اخذ السترينج بشكل افتراضي، يعني حسب وين بلف المومنت. قال لك بلف حول محور اكس معناته سترينج اكسس، حول محور واي فهو ويك اكسس. بالتالي هون ما جاب لي سيرة على أي محور مربوطين، فبالتالي أنا راح أفرضهم IX، فI اللي أخذتها هي IX. هون طلعت الI قسمتها على ال، طلعت معي I على ال هيك، I على ال هيك، I على ال هيك، هكذا لكل فريم. هسه بالامتحانات المالتيبل أذكر لك مثلا سي، أكتب لي جي لسي بس، ما راح يجيب لك كل الامتحان هيك. وبنفس الوقت مشان شغلة الI فرضا في امتحانات مالتيبل طلع معك جواب معناته لك صح، ما طلع معك جواب بالفاصلة هلا غلط، فرضا الدكتور كان غلطان بشيء معين انه اخذ اي واي بدل اي اكس، فانت بالامتحان ما طلع معك جواب، جرب على اي واي ممكن يزبط، في حال ما ذكر لك ويك او سترونج. تمام. هسه فرضا كولوم اي بي، بعد ما عملت هذا الجدول اي ال، الجدول الثاني للجيات، يعني بحكي جي اي جي بي جي سي جوينت سي جوينت بي هكذا، بعبي ذا جدول كامل في كل جوينت. شو بعمل؟ بحط قيمهم جي اي 10 نوبن، جي بي بيكون عندي جي بي كم بدها تساوي؟ الكولوم عندي كولومين، الكولوم بي سي كولوم اي بي، كم بي سي يو كم له؟ بوينت 6 8 9. كولوم اي بي كم له؟ بوينت 5 7 4. بقام شو عندي انا؟ عندي كولوم بيم واحد اللي هو بي اي، وين بي اي؟ يو الى الجي 3.333. فبالتالي بطلع جي بي بي سي هيها كولوم او بيم، وباخذ سي اف اي سي اف بي سي قصدي هاي بي سي، وباخذ سي اف سي اف بقسمها مع بعض بطلع الجي جوينت اي هاي هاي وهاي وهاي بقسمها مع بعض هكذا. خلينا نشوف الجدول الجوينتات كلها. قال لك الآية مجموع الآية على ال، يعني انه حسب القوانين هاي القوانين لاحظتها، لاحظ انه هون 10 اخذ لانه هاي، طلع الجيات لكل واحدة. هسه ايش بروح؟ بروح على الكولومات، وصلنا في الكولومات لحال، بكتب الكولومات لحال اي بي بي سي دي اي اي اف جي اتش اتش اي وهكذا.
ايش بحط؟ بحط الجي توب والجي بوتوم. هاي جي توب والجي بوتوم، يعني هاي كلهم اي بي، كلهم اي بي، كلهم اي بي. هيو اي بي، اي بي بروح على الجي اي بحط 10، وفرض فرض البوتوم هو الاي، ما بفرق معي اصلا شو فرضت انا. البوتوم هي 0.379 على المنحنى طلع قيمه كي. بي سي بنفس الطريقه، بي سي جي بي مثلا وجي سي والعكس، ما بفرق معي، بروح على المنحنى بطلعهم. لاحظ انه كل الكيات طلعوا اكبر من واحد، ليش؟ انا هو نو هو سايد سوي او نو ريست. بس هاي طريقه الحل. فانا هسه لما طلعت كي خلص بدي اصمم، مثلا اصمم الكولوم بي سي، كي الكي للبي سي وينها؟ هي 1.12 كي ال اوفر ار كي، كي 1.12 ال 10 في 12 على الار، اخذ ار المينيمم اللي هي W 8 ب 24 برون مانيوال، بس بطلع قيمة في ال over R، بعدين بطلع F E، بطلع F Y F C R، الفرق أكثر 7 أكثر 6. في عندك استثناءات، عندك استثناءات. شو الاستثناءات؟ يقول لك كان عندك فريم زي هيك مثلا، قال لك هذا فيكست، قال لك مثلا لك هذا زي هيك. هذا هون ربطه بشي، ربطه بين سبورت مثلا او فيكس سبورت. لما اخذ الاستثناءات اللي بتصير انه هون صار عندي تعديل على قيمة جي، بيصير عندي تعديل على قيمة جي. شو التعديل اللي بصير؟ لما اخذ بس اخذ هذا الجوينت، جوينت مثلاً سي، جوينت سي مش انا بحكي كولومات عندي هذا سي دي مثلا بي اي، تمام؟ فاحكي اي سي دي على ال زائد اي سي على ال على اي سي اي على ال زائد اي اي سي ال، لكن بتكون هاي مضروبة بفاكتور، هاي بتكون مضروبة بفاكتور، اياها مضروبة بفاكتور الكولوم البيم، قصدي مضروبة بفاكتور البيم المربوط بنهايته البعيدة ان او فيكست، ان او فيكست هاي بضربها بفاكتور. هذا الفاكتور من بجيبه؟ بجيبه من شوف انا الكونديشن للفار اند اوف جيرتر، يعني بشوف الجيرتر، بشوف البيم ايش ابعد، ايش الجوينت اللي بعيد له. ما هو هاي الجوينت شو رسمناه؟ جوينت سي صح؟ شو الجوينت البعيد للسي اي؟ هو اي. شوف شو مربوط هذا؟ مربوط بفيكست، تمام؟ مربوط بفيكست. طيب هسه انا لاي كولوم بحسب؟ سي دي صح؟ سي دي لو دفشته هو سايد سواي، انا بروح حاط سايد سواي فيكست، بتكون قيمة الملتبلاير يعني بضرب 2 في ايش؟ الاي على ال هاف، كانت بين بضرب بواحد ونص، وكان ان انهبيتد الكولوم ان انهبيتد بضرب بهذا. بشوف انا شو عندي بيست او نت بيست، بشوف مربوط بين فيكست اشتغل. طبعا بين او رولر، يعني لو كانت هاي رولر بيكون هذا مثلا نو سايد سواي، قصدي سايد سواي، بضرب بواحد ونص هكذا. هيو هذا المثال لك، اوجد هذا المثال. هيو شايف هذا فريم، هذا فيكست، هذا هذا بن وهذا فيكست. لما حسب الجوينت تي اخذ هاي على هاي، تمام. هيو هاي 20.47 قيمة اي على ال، قيمة اي هسه اي على ال احنا بنجيبها من السكاشن وهيك، بس هو اعطاك اياها جاهزة. اي على ال هيك، اي على ال، اي على ال هيك، وهاي اي على ال هيك، اي على ال هيك، هاي بدون الفاكتور. فلما بدي احسب جوينت تي شو راح احكي؟ 20.47 زائد 31.67 على 70 زائد هذا ايش؟ سبورت، اضرب بالملتبلاير. قديش الملتبلاير؟ 1.5 21.4. ليش هذا؟ لان لو ضربت هذا هيك وضربت هذا الكولوم هيك
راح يتحرك. تمام، نشوف، بضرب لل 1.5 لأنه بنت، الاثنين بضرب فيكست. أيوة لك إنه A B no side swing. في A B لو دفشته ما في عليه side swing، مربوط بين support وفيكست support. B C برضو مربوط بفيكست support. و B C بشكل عام تأثيره من التأثير اللي تحته ما في side swing، بس ما D C و G H في side swing بتحركوا. كي لهذا لهذا هي أكبر من واحد. تمام، أما الباقي أقل من واحد. لاحظ إنه هون ضرب 1.5، هون ضرب 2. هذا أول استثناء على المنحنى. قبل ما أروح أستعمل المنحنى بعدل على قيمة دي، بعدل على قيمة دي بوينت أب بوينت دي، هذولا ما بتحركوا. لو كانت هاي رولر، كانت هاي رولر هذا بيتحرك لو ضربته. أضرب أنا إيش؟ أضرب بنص. وكانت هاي فيكست رولر، كيف يعني؟ لك الفيكست، لك الفيكست زي هيك. تمام، لك عجل، لك عجل. هاي تتحرك يمين ويسار، تتحرك يمين ويسار، فبالتالي بتكون هاي 6-7 هكذا. هسه هذا الاستثناء الأول، طبعا بحل المثال بكمل نفس الإشي، بكمل نفس الإشي، بس بدي أعطيكم ملاحظات معينة ممكن تكات بالامتحان. كيف التركات هون؟ وأجي أقول لك حط لك internal hinge هون، internal ركز، internal hinge هون، يعني هاي صارت كأنها بن. بكل بساطة بقول لك الكولوم AB مباشرة الكي بتساوي واحد. هتقول لي ليش؟ هتقول لي ليش الكي بتساوي له واحد؟ بكل بساطة بقول لك لأنه هذا الكولوم مربوط بين بين، بس الكي له واحد. شابتر 5. طيب لو كانت هاي بنفس الشيء internal hinge، بدي أحسب الجوينت F، كان أحسب الكولومات هاي. EF هتساوي هاي على هاي، هاي مربوطة فيكس ضربها باثنين، زائد مربوطة بين ضربها بواحد ونص. ركز، لو كان عندي هذا internal hinge بالتالي راح أطبق عليه استثناء الواحد ونص واستثناء الاثنين. لو قال لك هاي، لو قال لك هاي هيك، هاي هيك، قال لك إياها هيك، هاي معناها إنه هذا fixed support هذا internal hinge. بالتالي الكولوم هذا تكون الكي له 8.5، وهذا الكولوم كونه فيكست لما أطبق هذا الاستثناء بضرب باثنين وهكذا وهكذا. مش فيكست لو قال لك هاي بن مثلا، لو قال لك هاي البن هون، بن البن شكل دائرة زي هيك، يكون ماله يكون يعني إنه هذا كله internal hinge تطبق عليه البن وهكذا. بس لو قلت لك البن موجود هون، بن هون موجود، هسه هاي فيكست. تمام، هاي فيكست وهاي internal hinge بتصير، ونص internal hinge لأنه internal hinge مش لكله، بتكون هاي القيمة fixed بن 8.5. تمام، هاي القيمة بتكون بضرب بهاي بواحد ونص. أتمنى تكون وصلت، إنه تنتبه وين وين بحط لك الانترنال هنج. لك الانترنال هنج هون خلص بن بن، هذا هذا ما بعرف اشتغل على المبادئ ليش، انه الجوينت اف تغير معي. لك البن هون تكون هاي بطبق المبادئ الاستثناءات، هاي قلتها مثلا يكون هذا ايش فيكست 85%. لو حط هون عجلات تكون هاي في سترولر فبتطبق عليها الناني بريفنتد او ناني بيست، وحط لي هاي رولر بتطبق الملتي بلاير تبعنا هو بيشتغل على الصفحة، غير هيك بيشتغل على الصفحة. كمل وخلص. هسه
هذا الحكي كان كلياته لو كانت الاي متساويه او الاي الاستيك. بس لو كان الاي مش الاستيك، يعني رحنا على ستريس سترين جرام، تمام، راح تلاقي انه لينير، مش مثلا هيك شوي بعدين زي هيك. هذا مودولس اوف الاستيسيتي. طب المودولس اوف الاستيسيتي هون لايش؟ هو السلوب. السلوب هون اقل من هون، تمام، اقل من هون، فبالتالي بتكون قيمه اي تي اقل. فبالتالي انا عشان يكون لو كان عندي الحل الاستيك شو بعمل؟ بستعمل اشي اسمه stiffness reduction factor. يعني مثلا لما اجي احل السؤال بطلع قيمة جي اللي كنت اطلعها قبل شوي كان اسمها elastic، تمام، كان اسمها elastic. لو كان عندي قال لي انه هذا السؤال unelastic، الجي elastic راح تساوي factor متاو جي elastic في جي أستك أو تي بي بيسموه ريدكشن فاكتور. هذا التي بي بجيبه من منحنى، بجيبه من جدول قصدي أو من قوانين. نجي على القوانين مع بعض أول، أو لا هي من نجي على الجدول. أنا بشتغل على الار اف تي. إذا كان عندي شيء اسمه بي ألتيميت على أريا جروس تساوي 45 مثلا، والحديد عندي مثلا 50، بتكون الستريس ريدكشن فاكتور 3.6. اضربها بجي الاستيك بطلع جي الاستيك وخلص. فبهذا الاستثناء هي هذا الشيء اللي حكيته، تمام. غير هيك في معادلات عندي، معادلات خل اكتب المعادلات انا مش من الكتاب. قال لي في عندي قانون اسمه الفا في التيميت على اريا جروس في اف واي FY. هاي فعليا قل أو تساوي نص، بتكون TB تساوي واحد، يعني إنه الإلاستيك نفسه أن إلاستيك. طبعا ألفا متى واحد دائما، يعني خلص ما عندي شيء اسمه ألفا، تمام. كبي ألتيميت لا PY ألتيميت على PY أقل من نص، طبعاً TB بتساوي واحد. ألتيميت اللي هي ليف لود لود، وهاي اللي بطلعها من أري جروس في FY. إذا كانت بي ألتيميت على بي واي أكبر من نص، تكون التي بي تجيبها من جدول أو تساوي 4 في بي ألتيميت على بي واي في 1 ناقص بي ألتيميت على بي واي هذا فيها وبس. هذا مثال، هذا مثال. قال لي determine the effective length factor for column AB. هذا قال لك فريم كامل، بس قال لك هذا column AB هيك depressed هذا، يعني الكي أكبر من واحد. assume we have elastic behavior، يعني عندي elastic. فلما قال لي elastic قال لي كل الassumption في alignment chart، أنا مباشرة شو بستعمل؟ بتعمل بدون أي استثناء. لك البيدد 450، البيدد 700، اف واي 50، الاي بي 1270، هذا الكلام اي بي 1270. قال لي اوجد الافكتيف لينث فاكتور، يعني اوجد الكي. بعدين الفرع الثاني اوجد اذا كان هو ان الاستيك اوجد برضو الكي. شو بعمل انا؟ اول شيء على انه الاستيك، انه الاستيك شو بعمل؟ اي بي باخذ جوينت اي في عليه كولوم بيم بيم. بعمل انا بطبق القوانين اي على ال اي على ال اي على ال على اي على ال بجمع البي كولمات وبجمع البيمات وبقسمهم مع بعض. الجوينت في نفس الطريقه، هاي وهاي 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 بجمعهم بقسمهم مع بعض طلع قيمه جي، طلعت جي اي وجي بي وطلعت قيمه كي خلصتها. الفرع الثاني قال لي افرض انه ان الاستيك، كيف اللي طلعتها قبل شوي بالفرع الاول بدك تضربها بفاكتور. شو الفاكتور؟ ايش البي التيميت عندي انا؟ 1660. طيب اي بي اليو اي بي قديش؟ دبليو اي بي دبليو 1270. بروح على المانيول بجيب الاريا جروس اضربها ب 50، بشوف قديش النسبه بينهم 1660 على القيمه اللي جبتها. بعدين بشوف اقل من نص، بس الجي الاستيك بتساوي جي ان الاستيك، اكبر من نص
طبق القانون، خلينا نجمع بعض الجي اي الجي بي 2، طلعت معي كي 2.05. لما كانت ان الاستيك الفا 1 زي ما حكينا، البي التيمت هي 1660، اريا جروس جبتها من المانيوال، حديد 2500، البي التيمت على بي واي طلعت 6.64 اكبر من نصف، بنطبق المعادله 4 في 6.64 1 ناقص 6.64 طلع معي 892 بضربه 3.19 بضربه ب 4.19 بروح بجيب قيمة الكي. جي إلاستيك بساوي جي إلاستيك، جي إلاستيك بساوي جي إلاستيك، معي هيك فطلعت معي الكي 1.96. وإذا رحت على التابل جيبها مباشرة، التابل الالتيمت 1660 فريق بلس 50 الالتيمت ايش طبعا النسبة؟ النسبة 33.2، 33.2 يعني هون عمل انتربوليشن الحديد 50، ايه عمل هون انتربوليشن فطلعت معه 8.92. بس طلع قيمة كي وخلص. بس هون البليت مش داخل، داخل هذا الشيء. كلهم leaning in each other، كلهم leaning in each other. هذا موضوع شوي زنخ. هذا الموضوع احكي لي كانت الكولومات مرتكزة يعني. فرضنا نجي هنا على هاي الرسمة، طبعا هذا الشرح اللي فوق كله راح احكي لك. هذا unbraced يعني هذا غير مثبت، لاحظ انه ايش في شو راح يتحرك، راح تقول صح. هسه الاعمدة الداخلية افرض انها كانت قوية كثير، تمام، يعني سكشنها عالي، هذا سكشينا هيك مثلا، سكشينا هيك، تمام. هسا الأعمدة الداخلية من كثر ما هي قوية، هذا العمود الداخلي من كثر ما هو قوي راح يتحرك يمين ويسار، هو كثير قوي، فبالتالي لما يكون هذا كثير قوي هذا كثير قوي طبعا من الجهتين يعني. هسا جيت دفشت هذا، بس لما اجي ادفش هذا شو بده يعمل؟ يتحرك، بس هلاقي اللي جنبه كثير قوي كثير ما راح يتحرك معه، بالتالي هذا برجع ثابت، هذا برجع ثابت. هتقول لي كيف؟ بقول لك انا هذا كثير ثابت. تخيل مثال غصن شجره، غصن شجره، انا هذا هون 1 2 3 4، فرضنا هذول الاثنين وقعوا ماتوا، وقعوا وفلتوا الحبل، هذول كانوا كثير قويين راح يضلهم شايلينها، غير هيك راح كلهم يوقعوا، فبالتالي كانوا الأعمدة الداخلية كثير قوية فالأعمدة الخارجية راح تكون كثير قوية، فبصمم على unbraced. يعني بنفس الطابق، هذا الطابق كامل بصمم أعمدة braced وبصمم أعمدة unbraced. بس هاي كل الفكرة، كل الفكرة. إذا كان في باكلينج بالأعمدة الخارجية حدث، راح يحدث مع السادس وي، باكلينج مربوط بالسادس وي. لك هون في عندي فيجر، لك هون عندي فيجر حكى لي اللي 50 كي اس اي جد لي الأعمدة الخارجية، قال لي مربوطين برجت يعني فكسات، والأعمدة الداخلية بنات. لاحظ هذا بن وهذا بن، فبالتالي لما أنا أجي أستعمل دي هاي راح أحكي كولوم وهاي البيم هاي بضربها بواحد، انسى هالإشي، انسى هذا الإشي، هذا بينه وبين كيلو واحد وبين كيلو واحد، انسى هالإشي يعني معنى. قال لك ذا كولوم are braced top and bottom against side sway out of the plane of the frame. يعني هسه هذا بتعرف تذكر chapter 2، قال chapter 2 chapter 6 و chapter 5 كان عندي kx ky باكلينج اللي بيجي من ال KX والباكلينج اللي بيجي من KY. قال لك هو شو قال لك؟ قال لك بال X Y بشكل عام، قال لك في سايد سوي، اللي خارج من الصفحة هون سايد سوي، يعني interior column أو أيوة the column are pressed top and bottom against side sway out of the plane. شو يعني؟ KY بتساوي واحد، تمام؟ ليش؟ لأنه هو مثبت، ثبت
يمين ويسار مثبت من كل مكان. فكي بتساوي واحد يعني انه ثابت. Side sway is possible in the plane of the frame. تمام؟ يعني بالإكس يعني هذا هيك في باكلينك هيك في باكلينك هيك في باكلينك. بالتالي أنا قال لك في سايد سوي. شو قال لك؟ قال لك using the RFT method أوجد طبعا أوجد الكيال أوفر آر وصمم. هسا شو حكى لي؟ هسا الانتيريور كولوم قال لي كي إكس بتساوي كي واي بتساوي واحد. ليش؟ إنه هذا بن. الانتيريور كولوم كي إكس بجيبها من الألايمنت شارت. إذا البي ألتيميت 1100 هي 660 زائد 440. تمام كمل. هسا اسيوم كي اكس واي بتساوي واحد لانه هو قال لي هيك. طلعت البي التيمت. فلما طلعت بي التيمت 660 بروح على التيبل شوف شو اللود الاعلى من 660 بلاحظ انه 14 و74 هو اعلى من 660 فبختار هذا السكشن. طيب شرح السؤال. السؤال قال لي الأعمدة الخارجية كثير قويات والأعمدة الداخلية كثير ضعيفات، بالتالي الأعمدة الداخلية ما راح يصير لها سايد سوي. تمام ما راح يصير لها سايد سوي، بالتالي كي لها واحد. بصمم مثل شابتر 6 وبمشي. الأعمدة الخارجية لأن الأعمدة الداخلية خلص صممتهم وخلصت. الأعمدة الخارجية نفرض إنه في إلها باكلينك راح يتأثر عليها لود، لأنه لما هذول يفشلوا ويروحوا راح تكون هذا اللود 600 ينتقل لهون، 660 راح ينتقل لهون، يصير هذا عليه لود 1100 وهذا لود 1100. بس على اي فرض بفرض انه الاعمدة الداخلية فشلت، يعني انا مش فشلانين بس عشان اصمم بفرض انه اللي بالنص فشلوا، فشو ظل اللي برا؟ اللي برا هم القويات، بصمم على انهم فشلوا فانهم على انهم خلص سايد سوي وامشي. فرضت جي توب جي بوتوم فطلعت معي كي 2.2. طبعا السكاشن انا فرضتها، كيف فرضتها؟ البي التيميت 1100 بس انا 1100 صممتها اساس انها نان سوي انهم ثابتين، فانا مش بروح بختار سكشن قيمته 1100، لا بختار سكشن قيمته اكثر من 1100 لانه انا الكي تبعتي راح تزيد وصار نان سوي. يعني هسه انا لما صممت على اساس انه كي بتساوي واحد على اساس انهم ثابتين، لما صممت على كي بتساوي واحد انا فطلعت بي التيميت 1100. انا بدي اصمم على كي بتساوي واحد، صمم كي على اكبر من واحد لانه هو نو بريست. فشو صار عندي؟ صمم على لود اعلى من ال 1100 فصمم على راح على المانيوال اختار اشي اعلى من 1100 طلع معاه 14 120. فصمم عليه طلع جي توب جي بوتوم هي 10 لانه بن. طلع كي طلعت معي 2.20. طلع كي اكس ال اكس طلع الفاي اف سي ار طلعت معها هي 1100 طلعت معها هي 1300. الاعمدة الداخلية الخارجية تصممت، لاحظ الاعمدة الخارجية صممها مع كي 2.2 والاعمدة الداخلية صممها مع كي بتساوي 1. ليش؟ هو قال لي انه ثابتين، قال لي بن وقال لي هو اصلا اوت اوف ذا بلين ثابت. كي اكس ال اكس صمم عليها وخلص عليها خلص. بعد قيمة كي بصمم واموري تمام. هسا باقي الشابتر مش داخل. لينك وفي اثر شوي زنيخ، بدك تتخيل من القوي مين اللي ضعيف اللي راح يثبت مين مش راح يثبت، لكن هو سهل. يعني هي كانت كل فكرته نطول الأعمدة الداخلية كلهم واحد، الأعمدة بصمم الأعمدة الخارجية على اساس مفيشلو، بصمم اول شيء على كينا بتساوي واحد في التيمت 1100 بس انا راح اصمم على شيء اكبر من 1100. بس طبعا اللي بحل البروبلم الكتاب خاص اول خاصة الثاني. الثاني لو انا بدي احله طريقة الدكتور طريقة الكتاب اضرب هاي، لما احسب على هاي اضرب هاي بواحد ونص كله تمام. لما بتفتح المانيوال والحل ما راح تلاقي ضرب بواحد ونص، هو قال لك افرض انه كل الاسامبشن تقابله الاسامبشن، يعني افرض انه الواحد ونص يعني خلص، افرض انه انت ما عندك ملتي بلاير، افرض انه هذا اصلا مش موجود، افرض انه هذا مكمل. انا لما بدي احل بحل على هذا بس، قال لك افرض انهم كل
الاسامبشن جاهزة. تمام، هذا نفس الشيء كله مصممه على الإلاستيك وان إلاستيك، نفس المثال اللي حليناه. هاي على أعمدة ان ايج اذر، هاي هذا بينه وبينه، هاي بنفس الطريقة بتصممهم هكذا. حلو البروبلم ولا ما عنده استفسار يسألني. التشابتر انتهى. التشابتر كثير سهل، بس الفرق بين كي ال اوفر ار هون بجيبها من فريمات بس. يعطيكم ألف